السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يب يب والله ادري انك قاعد تسأل هذا السؤال اللي كلنا قاعدين نسأله، انت كيف دخلت في لعبة تانكي اكس يا ملا؟ يا جماعة الخير اللي ما هو عارف ايش هي لعبة تانكي اكس، هي اللعبة من نفس الشركة اللي سوت تانكي اونلاين، لكن اللعبة هذه ميكانيكيتها غير، ادائها غير، اللعبة هذه مطورة بشكل جدا كبير على لعبة تانكي اونلاين، من ناحية جرافيكس، من ناحية الدبابات، من ناحية الرسومات، ومن ناحية الاصوات ايضا. لكن ايش هرجتها، ايش قصتها؟ تانكي اكس يا جماعة الخير بدأت في عام 2016 وانتهت في عام 2018، يعني تقريبا استمرت 3 سنين او 4 سنين. ليش قفلت؟ لانهم ما حققوا الحلم اللي هم يبغوه بهذه اللعبة، او يعني زبد ما جابوا راس المال اللي حطوه في هذه اللعبة. اللعبة الان لها تقريبا 5 سنين مقفلة، ما احد يقدر يلعبها، الى ان جاءوا هذوليك الروسيين الابطال اللي انا مرة احبهم وعيشوا لنا هذه اللعبة بسيرفراتهم الخاصة. كيف تلعبها يا ملا؟ كيف امورها؟ اعطوني وقتي فيها، خلونا نشوف اذا اللعبة آمنة ولا لا. بعدين بإذن الله راح ننزل لكم مقطع عنها كيف تنزل هذه اللعبة الجبارة. لا تنسى انك تشترك بالقناة، الله يسعدك اذا انت كنت من عشاق تانكي القدماء، وخلونا نوصل 3000 مشترك يا عيال. وهي بنا اوكي يا عيال، زي ما انتم شايفين احنا الان في لعبة تانكي اكس وماب سايلنس. ماب سايلنس معروف جدا في تانكي اونلاين والاغلب يعرف ايش هو هذا الماب. زي ما انتم شايفين هذه هي لعبة تانكي اكس، يعني لما تشوفها حتعرف انها تانكي، لكن جميلة جدا. شوفوا يعني قواتها مختلفة، امورها مختلفة، ميكانيكيتها مختلفة، يعني حاجات مرة حلوة في ذي اللعبة. عبالي ذا مات والله، يلا قتلته. انفجارات مختلفة، يعني فيها شغل، فيها شيء مرة حلو. فان شاء الله تستمتعوا معايا في هذا الجيم الجبار في ماب سايلنس اللي كلنا نعشقه في تانكي اكس او تانكي اونلاين. طبعا انا ماني فاتح اي قوات، ماني فاتح اي شيء، لانه انا لسه دوبني في اللعبة. ف زي ما انتم شايفين هذا قاعد يشخلني بالقوات، فانا دحين ان شاء الله يعني ان شاء الله اشخلهم انا كمان. بتك دفاع لان انا ما اقدر اهجم، مستحيل اني اهجم، ما عندي قوات، ما عندي شيء، لسه حسابي ضعيف جدا. طب اصبر اصبر، تغيير في الخطط، خليني اروح اجيب علم. لا اسمع 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 يا كوتش، تعال 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 تعال. ابا 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 يا عيال، اللعبه ترى مره تختلف من ناحيه الايم، والله ايمها سريع جدا، على انه دبابتي ام زيرو وام. شوف حتى الدبابه تختفي يا رجل، يا اخي قتلت يا اخي. خليني اخذ السبيد، شوف يا عيال اخذ السبيد يطلع التيربو كذا من ورا. اللعبه هذه تعب عليها مره كثير، لكن مشكلتهم انهم استسلموا بشكل مره سريع لدرجه انه والله قالوا لنا مع نفسكم تعبكم كله، حساباتنا القويه وكذا كلها ودعت، كلها راحت مع الاسف يعني. فا اوبس، الوضع مزر شويتين، لكن بنحاول انه احنا نجيب علم. والله طبعا عيالي لسه على كم فريم قاعد العب، في الغالب قاعد العب على 40-50 فريم. اللعبه الاوبتمايزيشن حقها جدا زباله. اوكي زي لعبه اذكرها اسمها باتلفيلد 2042، حلو. فالاوبتمايزيشن حقها زبال، لكن معذورين يعني، في النهايه هي لعبه بدات من الصفر يعني، وما لهم تاريخ في الالعاب. فعادي انت ابلع 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 يا عيال، ماني قادر اقتل احد لان انا مره ضعيف حاليا، انا مره ضعيف بالنسبه لهم والله. يا احول، ايوه ايوه ابلع ابلع، يا رب يموت هذا. اوه ماي جاد، في جا شبك فينا لاج والله يا عيال. تخيلوا على انه السيرفرات من عندهم سيرفرات روسيه وسيرفرات بعيده، الى انه البنج محترم، يعني انا تقريبا قاعد العب على بنج 80 او 100، وهذا شيء مرة حلو يا رجل، والله العظيم شيء مرة حلو، شيء مرة بطل يعني. على على أست... على كم نفر هم بس اللي جالسين وماسكين هذا السيرفرات، الا انهم شادين حيلهم، وماني شايف اي لاج، ما في اي جلتشات قاعد تصير، ما في اي خلل قاعد يصير في اللعبة.
فشكرا شكرا شكرا انه اللي اشتغلوا على هذه اللعبه واللي رجعوا لعبه تانك اكس ناس فاهمين وناس عارفين شغلتهم. والله العظيم انا يبالي اتعود على ايم حق اللعبه لانه مره زمان عنها. انا اصلا ما العب بالسموك انا اصلا انا العب بالاسيده، لكن يبالي اوصل ليفل 6 عشان افتح الاسيده والله. ف ان شاء الله اوصلها بسرعه، لكن الى الان قبل فجأك شوف ضربه واحده عيال شلت عشان كان مدمج. او ماي جاد والله دمجت والله كثير والله. اوبس يا علي اللي شايفني نوب وكذا، ترى على فكره حسابي ضعيف مره، ما في له حتى قوات يا رجل. العيال هنا عندهم قوات، عندهم شغل، عندهم اشياء مره كثير. انا ما عندي والله، ما عندي مع جدتي انا. فجعتك صح، ما توقعت اني بطلع لك صح يا بدري. ايش بك اه جبني علم. طب حلو والله حلو، وانا بكذا يعني نقدر ننام واحنا بخير. شوف عيال حتى التوينس كيف سرعته، التوينس سريع صح. طب لا اوف 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 اوف، هذا طلع لنا من ورا، ذا هذا طلع لنا. وول يا عيال لا يشرد يا عمري، كويس اني بعد من قنبلته والله العظيم كان عجيب. اوه تعال مش رايح مكان مش اه. شوف المحظوظ ترقيت يا عيال، ليتس جو مبروك والله، مبروك من البرام، مبروك حبيبي من البرام، مبروك. حلو ابلع يا عمري، يا الدبل كل يا عمري يا عيال. ابغى بس اقتل واحد، بس ابغى اقتل واحد والله عيال. افا والله جاب التعادل والله، ابغى اقتل بس هذا، بخلص المهمه الغبيه ذي اللي عندي. لا مين الملقوف هذا؟ ابلع اوه والله كان حيموت، والله كان حيموت على يدي. يلا باقي 30 ثانية، كانت أيام جميلة بصراحة. اوه والله شطفت الطلقة. أنا عارف إن باقي لك ضربة يا أهبل، وهذا اللي ذبحني ومسوي فيها قوية. تعال كمان ضربة. أوكي. والله جي. خوينا أخذ العلم اتفقع على طول، اتفجر. ما عنده. يا ربي يلا جي. والله جي. والله كان جيم جميل، كان جيم عسل. ابلع حموت جي والله العظيم جي اقسم بالله. يا اخي اللعبه هذه مره حلوه، ترى انا مره احب تانك اكس، من وانا صغير كنت العبها مره كثير، وانا انسان يحب الالعاب المطوره والديتيلز وهذه الامور. العموم يا جماعه الخير اللي حاب يحمل اللعبه الان، انا ما اقدر سامحني، خلينا نشوف الوضع اللي هو امان مو امان. اذا والله حاب تحملها ومتحمس اكتب في اليوتيوب تانك اكس ريفايف، وعاد هذا الشيء راجع لك انت. لكن انا اذا حاب الموضوع مني انا شخصيا، استناني شويتين وابشر من عيوني في المقطع الجاي، راح اتاكد لكم من كل الامور هذه. وصلنا لنهايه المقطع، لا تنسى انك تشترك بالقناه الله يسعدك، وتعطيني زر اللايك، وتنشر مقطع لخويانك حقين تانك يصدمهم انه انا اول عربي ينزل عن لعبه تانك اكس بعد انقطاع طويل عنها. فايه اشوفكم على خير، فمان الله.